مشاهدينا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة واللقاء الخاص عبر قناة ليبيا الأحرار والذي نخصص فيه الحديث اليوم عن واحد من أقدم المذاهب الإسلامية والمدارس الإسلامية وكذلك واحد من المذاهب الموجودة في شمال افريقيا وتحديدا في ليبيا. والذي كان خلال الفتره الاخيره الاعلان عن تاسيس مجلس اعلى لهذا المذهب وهذه المدرسه الاسلاميه وهو المجلس الاعلى للاباضيه في ليبيا والذي تم تاسيسه خلال يوم السادس عشر من يناير في مدينه نالوت اعلان تاسيس المجلس الاعلى للاباضيه في ليبيا اثار العديد من التساؤلات وكذلك الكثير من الحديث حول هذا المذهب، المذهب الاباضي في ليبيا وكذلك اسباب تاسيس المجلس الاعلى للاباضيه، ايضا هذا الامر قادنا الى ما يثار دائما حول هذا المذهب من حملات تحريض وتشويه ايضا ستكون من ضمن المحاور التي سنتحدث عليها اليوم كذلك سنخوض في تاريخ المذهب الاباضي في ليبيا من ناحيه المعالم والعلماء الذين تدرجوا في هذه المدرسه، المدرسه الاباضيه او المذهب الاباضي. في البدايه ارحب بضيوفي اليوم هنا في المتواجدون معي لهذا اليوم، رئيس المجلس الاعلى للاباضيه في ليبيا، الشيخ محمد العزابي، اهلا بك. اهلا بك استاذ محمد. ايضا ارحب بالشيخ علي المزاوي نائب رئيس المجلس الأعلى للإباضية أهلا بك أهلا أخي محمد نعم مشاهدينا الكرام قبل الخوض في الحديث حول المدرسة الإباضية والمذهب الإباضي نتوقف قليلا مع هذا التقرير الذي يسلط الضوء حول تأسيس المجلس الأعلى للإباضية في ليبيا ثم نعود تأسيس الدولة المدنية التعددية مشروع يستهدف جذور الدولة من أخمصها لأعلاها، ليقلبها من الشكل الواحد واللون الواحد إلى التعددية بمستوياتها السياسية والثقافية والدينية. نحن نجتمع اليوم بحمد الله تعالى لنشهد حدثا تاريخيا هاما للإباضية في ليبيا لطالما انتظرناه ألا وهو تأسيس المجلس الأعلى للإباضية في ليبيا هنا من عدة مدن من جبل نفوسة حيث يتركز الأمازيغ الإباضيون، يعلن تأسيس المجلس الأعلى للإباضية في ليبيا، جسم رسمي جديد لمذهب يعود إلى القرن الأول للهجرة، ويقول الإباضيون في ليبيا أنه تعرض للاعتداء والتهميش ولوحق بالافتراء والفتاوى. بعد عشر سنوات على ثورة فبراير، وعلى وقع حراك سياسي قد يتجلى ظاهرا بخطوه نحو التعدديه المنشوده يستشعر رئيس الجسم الجديد التغيير المفترض ليحدد مهام المجلس بضمان المعتقد وحراسه ثوابته. ان رساله هذا المجلس اولا انه يسعى لضمان الامن الروحي وحراسه الثوابت الدينيه في مواطن وجود الاباضيه بليبيا وذلك بالتنسيق مع الجهات الاعتباريه التي لها ارتباط في ذلك ثم كذلك بيان الفكر الاباضي المتسامح في حدث لا يقل اهميه عن اعلان التاسيس رمزية للمرحلة، يحضر هنا عدد من المسؤولين والسياسيين، ويشارك عمداء بلديات ومجالس أعيان، ليضفوا على الملتقى طابعا رسميا. إذا هو إعلان لا يكشف جديدا عن تنوع ليبيا الاجتماعي والثقافي بلباسه الديني والمذهبي، بل يظهر واقعا متنوعا تقوم عليه البلاد عبر تاريخها الممتد. واقعا تتسابق الدول المدنيه القائمه في الاستناد اليه لاظهار عمق ديمقراطيتها وثباتها. مشاهدينا اذا كان هذا تقرير حول الاعلان عن تاسيس المجلس الاعلى للاباضيه كما ذكرت في مدينه نالوت وهو المجلس الاول من نوعه فيما يخص المدرسه الاباضيه في ليبيا. ابدا حديثي معك سيد الشيخ محمد العزابي حول ما هي اهم الاصول الشرعيه التي يقوم عليها المذهب الاباضي كتمهيد للتعريف بالمذهب الاباضي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وحزبه واتباعه الى يوم الدين. اولا اشكر هذه القناه على هذه الاستضافه الكريمه حتى نبين حقيقه هذا هذا المذهب وهذه المدرسه الاسلاميه العريقه. قبل ان ابين اهم الاصول التي يقوم عليها هذا المنهج وهذا المذهب الاسلامي العريق اولا اود في البدايه ان اقول بان الامه الاسلاميه اليوم لا بد لها من مراجعه امرها فالطائفيه والمذهبيه والتناحر لم يزد هذه الامه الا ضعفا وتفرقا وتشتتا والواقع الليبي خير مثال ضاعت الارواح وسفكت الدماء وضاعت ارزاق الناس فلا بد لهذه الامه ان تستمد من كتاب ربها ما يدعوها الى توحيد الكلمه ورص الصفوف ونبذ دعاوى الفرقه والتعصب وحينما نسير ونطبق هذا الكتاب فان في ذلك تكمن القوه وتتنزل الرحمه وتكون العزة لله ولرسوله والمؤمنين وحقيقة تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ثم كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه أو هذا أولا أريد أن أبينه ثم حينما نقول المذهب الإباضي فإنما نقصد بذلك الإسلام وروح الإسلام وحقيقة الإسلام هذا المذهب يستمد قوته من كتاب الله سبحانه وتعالى بحيث ان هذا الدين دين الاسلام اختاره الخالق عز وجل ليكون دينا للبشريه جمعاء ويقول الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقال ايضا فلا تموتن الا وانتم مسلمون فحينما نقصد بهذه التسميه انما نحن نسير على منهج الاسلام ولهذا كما يقول احد علمائنا ونحن الاولين لم يشرع لنا نجل اباض مذهبا يحملنا فلذلك لا تلقى له مساله نرسمها في الكتب فنحن في الاصل وفي الفروع على طريق السلف الرفيع ولهذا الامام الحق لهذا المنهج هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج يدعو الى تطبيق سماحه الاسلام هذا الدين الذي لا غلو فيه ولا تفريط لا مكان فيه للخرافه ولا مكان فيه للبدعه وانما نسير على منهج الاسلام كما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فالاصل الاول الذي يقوم عليه هذا المنهج هو كتاب الله سبحانه وتعالى. نؤمن بآياته ونعمل بما جاء فيه، نجتنب النواهي ونطبق الاوامر. ثم كذلك الاصل الثاني هو تطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنه السمحه الصحيحه الثابته عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني دائما نحن نقول في دروسنا ومحاضراتنا لابد من تطبيق كتاب الله سبحانه وتعالى والسير على سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاصل للفقه كتاب الباري اجماع بعد سنه المختار، والاجتهاد عند هادي منع، وكذلك نقول ولا تناظر بكتاب الله ولا كلام المصطفى الاواهي، معناه لا تجعل له خبيرا وان يكن عالما ومعناه لا تجعل له نظيرا وان يكن عالما خبيرا فدائما الاصول التي يرتكز عليها هذا المنهج كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك اجماع الصحابه ومجتهدي هذه الامه نعم بارك الله فيك شيخ على هذا التوضيح أه ربما كما ذكرت يعني دائما ما يكون هناك علامات استفهام وخصوصا الحراك الأخير وإعلان تأسيس المجلس الأعلى أثار العديد من التساؤلات وأثار العديد أيضا من علامات استفهام حول ما هي المذهب الإباضي وكذلك أسباب تأسيس مجلس لهذا المذهب وهنا توقف عند السؤال الرئيس هنا حول تأسيس المجلس الأعلى للإباضية شيخ علي عن السبب في تاسيس المجلس في هذا الوقت واختيار تاريخ السادس عشر من يناير كموعد لاعلان تاسيس المجلس الاعلى للاباضيه في ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا نشكرك اخي محمد ونشكر قناه ليبيا الاحرار لاستضافتنا واتاحه هذه الفرصه لبيان وتوضيح ما جعلنا في هذا الوقت اختيار هذا الوقت او الاسباب التي جعلت هذه المدرسه لتاسيس مجلس اعلى لها. طبعا بالنسبه للتوقيت كان اختيار هذا التوقيت متزامنا مع ذكرى وفاة الشيخ العلامة رحمه الله علي يحيى معمر والذي توفي في صبيحة يوم الثلاثاء من السابع والعشرين لشهر سفر 1440 1400 يوافقه 15 شهر يناير 1980 طبعا تزامنا ذكرى وفاه العلامه الشيخ علي يحيى معمر في هذا التاريخ يوم 15 طبعا 15 مه. شهر واحد وذكرى طبعا يوم التاسيس او تاريخ التاسيس كان يوم 16 واحد 2021 الثالث من جمادي الاخر 1442 الهجري. مه. طبعا بالنسبه ل يعني كتحديد تاريخ المناسبه. نعم هذا كتاريخ لليوم ولكن نتحدث هنا عن الظروف التي دعت الى تاسيس المجلس في هذا الوقت طبعا بالنسبه للفكره كفكره يعني فكره قديمه جدا يعني ليست وليده اللحظه فكره لها سنوات او نقول اعوام يعني كانت تدرس ويعني كانت فيه حلقات نقاش وتداول وتدارس بين الناشطين في في هذه المدرسه لاعداد طبعا مجلس يترأس او الحفاظ على هذه المدرسه، نظرا لان هذه المدرسه من بدايتها من نهايه طبعا الخلافه الراشده تعرضت للاقصاء وتعرضت للتهميش ولمتابعه كان اعلامها او مشايخها ومؤسسينها كانت لا تحظى بدعم الحكومات المتعاقبه. ونظرا للاضطهاد وما كان في الفتره الماضيه طبعا السابقه قبل الثوره ثوره عشر من فبراير التي نترحم هنا في هذه اللحظه على شهداء ثورتنا والدماء الزكيه التي سالت من اجله والتي هي اعطتنا او امدتنا بهذه القوه واتاحت لنا الفرصه والحريه لاظهار وبيان والتعبير و حريه التعبير واختلاف الاختلاف سواء كان في جميع الثقافات يعني الاختلاف <applause> طبعا اسباب طبعا ذكرناها هي الاضطهاد وما تعرضت له هذه المدرسة. المدرسه طبعا ولتوحيد الجهود ولمواجهه الهجمات الشرسه التي تتعرض لها هذه المدرسه نعم ايضا هناك سؤال مهم فيما يخص تاسيس المجلس وهي المهام التي يناط بها هذا المجلس المجلس الاعلى للاباضيه شيخ محمد لو تطلعنا على اهم المهام التي سوف يقوم او سوف تقومون بها كاعضاء لهذا المجلس. طبعا استاذي الكريم اللجنه التحضيريه لهذا الملتقى التاسيسي لاعلان هذا المجلس وهذا الجسم كان لهذا الجسم رساله يعني الرساله الاولى هي حراسه الثوابت الاسلاميه في, المط... في المناطق التي يتواجد فيها اتباع هذا المنهج، طبعا هذا المنهج قديما كان يسمى بأهل الحق والاستقامه وبجماعه المسلمين، ونحن كما اشرت في البدايه يعني اللقب او الاسم الذي يشرفنا هو الاسلام مله ابيكم ابراهيم هو سماكم مسلمين من قبل، فلهذا نحن نحرص على عزه الاسلام ونحرص على قوه الاسلام ونحرص على وحده الاسلام، ف من اهم الرسائل التي يقوم عليها هذا المجلس يعني ضمان الامن الروحي للفرد المسلم في هذه المناطق، بحيث يتعرف على هذا الدين ويطبقه قولا وعملا ويكون منهجا له في حياته رجالا ونساء وحتى النشأ الذي ينشأ في هذه المناطق، ثم كذلك حراسه الثوابت الاسلاميه. يعني لا نريد أن ينشأ هذا الجيل منسرخ عن دينه لا يهتم بهذا الدين العظيم الذي اختار اختاره الله الخالق ليخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور فهذا المجلس رسالته العريضة الأولى يعني ضمان الأمن الروحي للفرد المسلم في هذه المناطق وكذلك العمل على جعل الفرد يحافظ على التعاليم والمبادئ الأساسية لهذا الدين السمح الكريم نعم ماذا عن الية اختيار اعضاء المجلس هل تمت العمليه بالتوافق؟ هل تمت العمليه بالشورى؟ هل كان هناك عمليه اقتراع او انتخاب لاعضاء المجلس من المدن والمناطق التي يتواجد فيها اتباع هذه المدرسه الاسلاميه شيخ علي؟ بالنسبه طبعا للاعضاء او اختيار اعضاء المجلس طبعا هو في البدايه لابد ان نعرف ان المجلس هو بداية إعداد قواعد أكثر الأقل يعني آه واختيار المهتمين بها بهذه المدرسة وكان الاختيار طبعا بعد التنسيق من اللجنة المشرفة على تنظيم الملتقى الملتقى التأسيسي والنشطاء والباحثين والمهتمين في طبعا في تفاصيل هذه الاختيار كان طبعا حددت المناطق طبعا الموجوده التي يتواجد بها انصار او اتباع هذه المدرسه يعني كل مدينه او كل منطقه يتواجد الموجوده في جبل نفوسه وطرابلس وزواره طبعا كل منطقه هي لتختار اللي تختار العضو الذي يمثلها في هذا المجلس طبعا كاختيار مبدئي طبعا كل مدينه هي يعني عمليه تزكيه لهذا الشخص انه هو الذي يمثلها في المجلس طبعا بعد ان توافق يعني توافقت الاراء على هذا الاختيار طبعا لكل هما ليس الافضل حقيقه في انوه في هذه في هذه الفقره ان نشكر اهالينا في يعني ليس لسنا نحن الافضل في في يعني في مناطقنا او في مدننا لا بالعكس في من احسن يعني في سواء كان في الدرجه العلميه او في في جميع النواحي يعني نحن يعني عباد فقراء لله تعالى يعني ولكن نشكرهم ونقدرهم ونسأل الله أن نكون في حسن عند حسن الظن لاختيارهم لنا في هذه المهمة الصعبة حقيقة بعد طبعا تزكية كل منطقة ومدينة تزكية شخص لتمثيلها في هذا المجلس طبعا كانت هناك جلسات بين أعضاء والنشطين طبعا أعضاء والنشطاء والمهتمين بهذه المدرسة في اجتماعات طبعا تتالت الاجتماعات لكيفية اختيار الأعضاء طبعا تم اختيار الأعضاء بالتزكية من مدن المدن لكل عضو منها وبالنسبة لتشكيل المجلس والأعضاء واختيار الرئيس والنائب وطبعا ما ينطوي تحتها من من الأعمال أو توزيع الأعمال كانت طبعا بعملية انتخابية يعني ديمقراطيا يعني لكن عمليه انتخابيه توافقيه ب انتخاب يعني عمليه انتخاب يعني انتخاب على العلن ب يعني روتين المتداول في الانتخابات يعني بطريقه ديمقراطيه دي يعني بالضبط بالضبط اخي محمد طيب ايضا هناك سؤال مهم وهنا حديث عن تاسيس مجلس اعلى لمدرسه من مدارس اسلاميه والجميع يعلم ان هناك عده مدارس اسلاميه في ليبيا البعض يقول هل هذا الامر يعد استقلال من هذا المذهب المذهب الاباضي او المدرسه الاباضيه عن الدوائر الرسميه للدوله ونحن نتحدث عن دار الافتاء نتحدث عن وجود وزاره للاوقاف فعمليه اختيار مجلس اعلى يقول البعض ربما يكون هو المرجعيه لاتباع هذه المدرسه فبالتالي يستغنون عن الدوائر الرسميه للدوله. طبعا من ضمن رساله رساله هذا المجلس ان يسعى لحراسه الثوابت الدينيه وتوفر وتحقق الامن الروحي للفرد المسلم. وذلك بالتنسيق مع الجهات الاعتباريه التي لها العلاقه في ذلك. ف يعني هيكله هذا الجسم يوفر على الدوله الكثير، يعني حتى حينما يحدث امر معين او هذه المدرسه تحتاج الى شيء معين او الدوله تحتاج الى ايصال شيء معين فهذا من اليسر والسهوله بان تتصل الدوله بهذا الجسم وبالتعاون يعني مع ولاه الامر في هذه الدوله الذين يختارهم هذا الشعب. وكما أشار الشيخ علي في طريقة اختيار الأعضاء راه نحن مذهبنا يقوم على أساس الشورى، يعني في اختيار الإمامة الكبرى أو الصغرى، فطبعاً نحن نرى أن المسلمين يقودهم أكفاهم علماً وعملاً وورعاً لا لقبلية ولا لقرشية ولا لشيء من ذلك، أي شخص يختاره المسلمون وتتوفر فيه الصفات المطلوبه للامامه الكبرى او الصغرى يكون اهلا لقياده الامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو تامر عليكم عبد حبشي فيعني نحن اهلنا تمسكوا بهذا المنهج لانه لا يفرق يحقق رساله الاسلام التي جاء بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي ولا اعجمي ولا لفضل لاعجمي على عربي الا بالتقوى والعمل الصالح. فمن اهم المبادئ التي نسعى اليها تحقيق الشورى بين المسلمين، وان الامام والحاكم والرئيس لابد ان يختار عن طريق البيعه الشرعيه باختيار من المسلمين، ليس فرضا او اكراها او انقلابا على السلطه. فنحن نرى البيعه الشرعيه الصحيحه التي تعقد للامام يكون حينما يختار بالشورى والرضا من غالبيه الفئه المسلمه في اي دوله كانت فنحن لا نخرج عن ولاه امورنا وهذه الرساله التي نسعى اليها لا بد لنا وهذا اكدنا عليه بالتنسيق مع المؤسسات الرسميه والمؤسسات الاعتباريه التي لها علاقه في هذه الاشياء نعم ربما المؤسسات الرسمية التي ذكرتها كدار الإفتاء أو الأوقافية خليط من عدة مدارس وعدة مناهج إسلامية أيضا هذا الأمر يقودنا لسؤال مهم عن العلاقة بين الإباضية والمدارس الإسلامية في, في, في ليبيا هل هناك يعني توافق فيما يخص الأمور العامة الأمور الدينية التي نتحدث عليها باعتبار أن هذه المؤسسات يعني تمثل سلطة الدولة كدار يعني دار الإفتاء ووزارة الأوقاف أم أن بعض المسائل الخلافية قد تقود إلى حدود خلل بين المدارس الإسلامية سواء كان الإباضية أو باقي المدارس في في ليبيا السؤال لكم يعني شيخ عليها وشيخ محمد يعني طبعاً أستاذ محمد في نقطة أساسية من أهم الركائز التي يقوم عليها فكر أهل الحق والاستقامة أنه هو الحرص على الوحدة الإسلامية وتحقيق التآلف والتعاون والتآزر فمن أهم ما يميز هذه المدرسة أن الموحد من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه القاعدة الأساسية فهو معصوم الدم معصوم المال، معصوم العرض. فيعني حتى لو اخطا في اشياء لكن يبقى له هذه الحقوق الاساسيه في دمه وماله وعرضه لابد ان تصان. وهذه الخلافات التي تحدث وشاء الله سبحانه وتعالى كما قال: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فبينت هذه الايه ان الاختلاف امر حتمي في الطبيعه البشريه. وهي سنة كونية أرادها الله عز وجل هذا الخلاف الذي يحدث بين المدارس الفقهية لهذه الأمة لا بد أن يحل بالحوار وبالنقاش العلمي بين العلماء وبين الفقهاء وكما أشرت في البداية يعني هذا الصراع بالحروب والقتال ماذا جلب للأمة جلب التفرق والتشتت ضاعت أموال المسلمين وضاعت الدماء الزكية التي يعني يفترض أن تكون مساعدة لبناء ورفعة هذه الأمة فالآن يعني الواقع ليس منا ببعيد هذه الدماء التي سفكت في هذا الوطن الحبيب عدوانا وبغيا يعني هذه كان فيهم الصغير وكانت فيهم المرأة وكان فيهم الشاب وكان فيهم شيخ العجوز فهذه الدماء لو أن كل مسلم ينظر بهذه النظرة أن هذا أخ له ومعصوم دمه وماله وعرضه يعني ليس المخالف يتهم بانه من الخوارج او انه دمه يحل له هذا لا ينبغي ان يكون هذه الدماء التي وقعت مثلا في هذا الوطن الحبيب او نراها في الدول الاسلاميه الان هذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ولا تتولوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولنا في تلك القصة الشهيرة أسامة بن زيد في إحدى الحروب حينما تمكن من أحد الكفار وحينما علم ذلك الكافر بأنه سيقتل الآن قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقتله أسامة بن زيد ثم قص اسامه هذه الحادثه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او قتلته بعد ان قالها قال ما قالها الا خوفا يا رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك بلا اله الا الله فنحن يعني للاسف نرى صواريخ الجراد يقصف فيها الصغار والامنين في بيوتهم وهذه الارزاق التي ضاعت للاسف لا ينبغي ان تكون حال الامه هكذا يحدث الخلاف لكن يرد كما قال الله سبحانه وتعالى وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر في ظل الاحترام المتبادل والاخوه الاسلاميه الصحيحه يجمعهم هذا الرباط واذا حدث خلاف يعني كل مسلم مامورا يسير على كتاب الله وأن يسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما أشرت لك في البداية يا محمد نحن حريصون على الإسلام ولا تهمنا هذه التسمية هذه التسمية وضعت تاريخيا في عهد دولة بني أمية حتى لتمييز الذين كانوا يخالفونها لأن أتباع أهل الحق والاستقامة يروا أن الدولة الأموية قامت بالملك العضوض وجاءت وراثة تورث فأبو بكر الصديق رضي الله عنه والفاروق وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يورثوا هذه الإمامة جاءت الدولة الأموية وكان الملك في عضودا مورثا فكانوا يعترضون على هذا الأمر وكانوا يروا أن الإمامة لابد أن تكون بالشورى فكان لهم الحرب وكان لهم الاضطهاد في ذلك الأمر فلهذا نحن ندعو الأمة الإسلامية إلى نبد الصراع والقتال والتحاور ونحن ولله الحمد يعني كما شار الشيخ علي هذا المجلس اسس في ذكرى وفاه الشيخ علي يحيى معمر وهذا الشيخ الجليل اسس نظريه راقيه جدا. هذه النظريه تقول ان المذهبيه لا تتحطم لا بالقوه العسكريه ولا بالقوه السياسيه، وانما تتحطم بالمعرفه والتعارف والاعتراف. الانسان يتفقه في دينه ويحدث التعارف بين مختلف مكونات الامه ثم إذا كان الشخص لم يسر على الدليل يعترف للاخرين بانه يعود الى الحق ويتمسك بالدليل دون سفك الدماء والنزاع والقتال، هذه الخسائر التي يعني ننظر الى سائر الامم ترقت وخاضت يعني وارتقت وارتفعت ونحن لا زلنا هذه الامه التي شرفها الله بين ان جعلها خير امه اخرجت للناس حتى يحدث هذا الخلاف لكن يحدث بشيء من يعني يكون فيه الرحمه يكون في الدعوه للاعتصام بكتاب الله، تمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اما الطائفيه والمذهبيه لم تجر الا الهزيمه والضعف في هذه الامه. نعم. نعم شيخ محمد فيما يخص نقطه التعارف نعم. وهي نقطه مهمه. نعم. وهذا السؤال ايضا للشيخ علي المزاوي كمجلس اعلى للاباضيه هل تسعون ل لا نستطيع ان نقول التقارب مع المدارس الاخرى ولكن لفتح خطوط اتصال وكذلك عمليه شرح بعض الامور التي فيها خلاف في المدارس الاسلاميه هل سعيتم الى هذا الامر كمدرسه الاباضيه سابقا ام ان من مهام هذا المجلس هو التواصل مع كافه المدارس الاسلاميه في في ليبيا حقيقة أخي محمد بالنسبة لهذه النقطة سواء كان من أتباع هذه المدرسة قديما أو حديثا كانت أيديهم ممدودة في هذا المجال يعني في هذه نقاط التواصل بينها ولا يوجد أي إشكال في أن المدرسة الأبدية الإباضية أن تمد يدها إلى كافة الاختلافات يعني نؤمن بالاختلاف اختلاف موجود في حتى في في المدرسة الواحدة أو في المذهب الواحد يوجد هناك اختلاف وأراء مختلفة بين الفقهاء وبين علماء هذه المدرسة الواحدة فما بالك بالمدارس يعني كمدارس إسلامية كلها أو كل المذاهب اختلاف هذه تقريبا لا يختلف عليها اثنان في أن وجود الخلاف بين هذه المدارس ولكن بالنسبة للمدرسة الإباضية يقول الإمام نور الدين السالمي رحمه الله آه عن المدارس الاخرى ونحن او على الموحد يعني بصفه عامه كما قال الشيخ محمد ونحن لا نطالب العباده فوق شهادتيهم اعتقادا يعني اللي ياتي يجيب الشهادتين يعني خلاص انتهى يعني كما اشار الشيخ محمد العزابي يعني عصم دمه وعرضه وماله و فمن أتى بالجملتين قلنا إخواننا وبالحقوق قمنا يعني من يأتي بهذه الجمل عليه حقوق لنا يعني له حقوقا علينا فنقيمها وهو أخو أخانا في الإسلام ولا يوجد فرق بيننا ولكن بالنسبة للمسائل الاختلاف سواء كانت في جميع العلوم موجودة وتكون ب الحوار والنقاش للوصول الى يعني اذا كان عندك دليل هذا دليلك ونجيب نجيب دليل نتكلم بالعاميه باش كي يعني باش توصل الرساله وخير خير دليل بالنسبه لمعايشه هذه المدرسه نحن في الجبل يعني المناطق الموجوده التي يتواجد بها اتباع هذه المدرسه نعيش مع اخواننا من المالكيه ولا يوجد فرق بيننا حقيقه يعني نقولوا حط يعني علامة بدون ذكر المدرسة أو مصطلح الإباضية تجدنا نصلي مع بعضها نحن نصلي خلفهم ويصلون خلفنا يعني لا توجد إشكالية من قبل يعني هذه استحدثت استحداث ولكن بالنسبة لإشتهارها طبعا كما ذكرنا أنها كانت نتيجة الاضطهاد وكانت <applause> الحكومات نعم. كانت تتبع هذه <applause> المفكرين وأتباع هذه المدارس نعم مستمرين طبعا في الحديث حول كافه الامور تخص الاباضيه والمجلس الاعلى ولكن بعد ان نتوقف قليلا مع الفاصل ولكن قبل الفاصل نتابع هذا التقرير عن الاباضيه في ليبيا الاصل والنشاه والتوزيع الجغرافي ثم نعود الاباضيه وهي احد المذاهب الدينيه المنتشره في عدد من الدول الاسلاميه ونشا المذهب الاباضي على يد جابر بن زيد الازدي الذي ولد في السنه الثانيه والعشرين للهجره وكان من تلامذه السيده عائشه ام المؤمنين وابن عباس بينما ينسب المذهب الى عبد الله بن اباض التميمي لانه جهر بمواقفه السياسيه وواجه بها خلفاء الدوله الامويه خاصه عبد الملك بن مروان وفي ليبيا وبحسب بعض الوثائق التاريخيه فان النفوسيين انتقلوا من النصرانيه الى الاباضيه مباشره بينما تقول وثائق اخرى ان النفوسيين تبنوا الاسلام مباشره بعد الغزوه الاولى لعقبه بن نافع في السنه الثالثه والعشرين للهجره وبقوا على الاسلام حتى تحولوا الى المذهب الاباضي يقول الدكتور عمرو النامي في مقدمة تحقيقه لكتاب أجوبة ابن خلفون وهو الذي كان من أئمة الإباضية في ليبيا يقول إن صورة المذهب اكتملت وتم تحرير أقواله وآرائه في صورتها النهائية في أواخر أيام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الذي خلف جابر بن علي على إمامة أشياخ المذهب في البصرة وهي مركز التجمع الأساسي لعلماء الإباضية حتى قرابه نهايه القرن الثالث وعنه حمله طلبته الذين وفدوا عليه من المغرب والمشرق الى بلدانهم التي اضحت من بعد مراكز لدول اباضيه في كل من جنوب الجزيره العربيه وشرقها ومنها اليمن وحضر موت ثم عمان وفي شمال افريقيا ليبيا وتونس والجزائر ويضيف عمرو النامي ان هؤلاء التلاميذ عرفوا باسم حمله العلم حيث تأسست دولة الإباضية في شمال إفريقيا على أيديهم فكان إمام الظهور الأول لهذه الدولة هو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري أحد حملة العلم وقد بايعه أصحابه بالإمامة في منطقة صياد قرب بلدة جنزور في طرابلس سنة 140 هجرية أما تسمية الإباضية فقد أطلقها عليهم مخالفوهم ولم يتبناها أتباع المذهب في البداية وإنما تبنوا أسماء أخرى منها أهل الحق والاستقامة. وبحسب الشواهد التاريخية فقد كان أول مدون نفوسي ليبي يطلق اسم الإباضية على المذهب هو كتاب عمروس النفوسي الدينونة الصافية في القرن الثالث الهجري. وتعد المدن الأمازيغية وخاصة في جبل نفوسة وزوارة من أكثر المناطق التي يتواجد بها مريدو هذا المذهب في ليبيا ويتراوح عددهم بين 300 و 400 الف شخص تقريبا لا اله الا الله لا مشاهدينا الكرام نعود مره اخرى لاستكمال الحديث حول المذهب الاباضي والمدرسه الاباضيه وكذلك تاسيس المجلس الاعلى للاباضيه في ليبيا. شيخ محمد العزابي هناك سؤال ايضا مهم فيما يخص تشكيل المجلس الاعلى للاباضيه وهو امكانيه ان يكون لهذا المجلس دور سياسي مستقبلا. الامر الذي اريد ان اؤكده للجميع لجميع مختلف أبناء الأمة الليبية بأن هذا المجلس ليس له أي توجهات سياسية ولا ينطوي على أي اجندة سياسية أو حزبية مؤسسة أهلية تش تسعى لتحقيق الوعي الديني في هذه المناطق والتوسع العلمي والمحافظة على الموروث الفقهي والوقفي والعلم لهذه المدرسة العريقة التي كانت قديمة يعني بدخول الإسلام إلى ليبيا يعني بعض الناس يقول لك لماذا لم نسمع إلا الآن ولو كان النظام السابق كان موجود راه ما كناش نسمع بمثل هذه التسميات راه المنهج منهج هذه المدرسة أهل الحق والاستقامة يعني ممكن دخل إلى ليبيا في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري لهجرة النبي صلى الله عليه, عليه صلى الله عليه وسلم فالأمر الذي نؤكد عليه ليس لنا أي معارب سياسية أو طموحات أو أي أجندة تتعلق بهذا الجانب كذلك ما أشيع بأن هنالك جهات تدعم هذا المجلس هذا المجلس عبارة عن توفيق من الله سبحانه وتعالى وفكرة من المفكرين والمشائخ لتشكيل مثل هذا الجسم الذي يعنى بهذه المدرسة وشاء الله سبحانه وتعالى تلك الاجتماعات وتلك اللقاءات وتم ترشيح الأعضاء من مناطقهم وتم انتخاب الرئيس والنائب وبقية الأعضاء في جو من الشورى وتم الأمر بسلاسة وليس لنا في ذلك أي مأرب أو غرض يعني سياسي في ظل ما يتواجد في الساحة الليبية نعم أيضا ماذا عن تمثيل المجلس للخط الاباضي او او وجهه نظر الاباضيه فيما يخص الرد على بعض حملات التشويه نستطيع ان نعم. نقول او التحريض صحيح. التي نراها بين الحين والاخر لعل اخرها ونستذكر منها في عام 2018 الفتوى الشهيره من اوقاف المنطقه الشرقيه والتي وصفت فيه اتباع المدرسه الاباضيه بعده اوصاف فيما يعني بما, بما يعني أن هذا هذه المدرسة هي مدرسة لا يجب أن يتم اتباعها نعم. هل المجلس بصدد الرد على مثل هذه الاتهامات خصوصا أنه في السابق لم يكن هناك جسم للمدرسة الإباضية في ليبيا طبعا أولا أود أن أوجه رسالة إلى عموم الشعب الليبي قبل ان نرد على هؤلاء. هذه المدرسه اتباعها يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان القران الكريم كلام الله سبحانه وتعالى والقبله يعني الكعبه قبلتنا ونحن نرى جميع المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم من حقوق وواجبات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما فباي وجه يحل أن تقول لمسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بالأركان وحريص على الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وأن يسارع إلى الخيرات وأن يتجنب المنكرات وحريص لطلب الآخرة أن يأتي شخص وينفي عنهم الإسلام والدين فنحن في هذا المجلس نعم بإذن الله سبحانه وتعالى بالموعظة الحسنة وبالبيان للناس بأن هذه الفتاوى يعني مغرضة وتؤدي إلى فرقة الصف المسلم وزرع الشقاق والخلاف بين أبناء الوطن الليبي الواحد وأن أصحابها يعني جانبوا الحق وجانبوا الصواب فليستعدوا للجواب أمام الله سبحانه وتعالى إن لم يسارعوا بالتوبة في الدنيا قبل الآخرة. <applause> نعم شيخ علي أيضا ذكرت أيضا الاختلاف يكون أيضا حتى في المدرسة الواحدة عملية وضع فتاوى ضد المدرسة الـ 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 الإباضية هل المقصود منها الإباضية والاختلاف المذهبي أم أن الأمر له علاقة عرقية والجميع يعلم بأن المذهب الإباضي في ليبيا سواء كان في جبل نفوسة أو في بعض مناطق الساحل هو هي مدرسة مازال متمسك بها الأمازيغ في ليبيا هل للنظرة العرقية أيضا دور في إلباس الأمر لباس مذهبي؟ طبعا أخي محمد بالنسبة, لي بالنسبة لي يعني الطابع سواء كان العرقي أو الصبغة الدينية. طبعا بالنسبة لهذه المدرسة أتباع هذه المدرسة يعني الإباضية هم بالنسبة لي في ليبيا جميع المناطق التي يتواجد بها هذا المذهب يعني كلهم ينتمون إلى الأمازيغ يعني لا ينفصل الأمازيغي أن يكون إباضي أو إباضي أن يكون أمازيغيا إلا وهذا لا يمنع أيضا أن هناك أمازيغ مالكية وهناك أمازيغ من مدارس إسلامية أخرى يعني بالنسبة آه في ليبيا آه في السابق لا حقيقة آه يعني في السابق آه لا, 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 يوجد لكن آه بعد ظهور هذه التيارات التي بدات يعني تشن حملاتها لتشويه هذه المدرسه طبعا في, في يوجد بعض الاشخاص او بعض منتمين لهذه المدرسه لا يفقهون هذه المدرسه ويتتبعون كما تعلم لان بالنسبه للمدرسه الاباضيه ليسها ليس لها من يدعمها ليس, له ليس لها اعلام طبعا والدعم الاعلام يعني يحتاج, يحتاج الى ممول الى ممول ودعم نعم. والمدرسه الاباضيه من بدايتها من ظهورها كانت هي مضطهده متبعة كما ذكرنا سابقا ولحد الان يعني لحد الان لهذا التاريخ ان المدرسه ليس لها من يدعمها او يمولها كي تظهر في الاعلام او يعني يكون لها جبهات اعلاميه لتوجيه او تغيير الافكار او كذا ودعم أو سواء كانت بالمدارس سواء كانت بالمؤلفات او الكتب او الرسائل او جميع ما تعني كلمه الاعلام يعني لما تسمى ان هي السلطه الرابعه وهي السلطه الاولى حقيقه. <applause> هذه طبعا هذه هي الاسباب التي جعلت المدرسه الاباضيه يعني ضعيفه ولم تظهر للعيان كذلك يعني نضع اللوم على اتباع هذه المدرسه حقيقه. نعطي يعني اللوم على انفسنا لم لم نظهر حقيقه هذه المدرسه، لم نبينها للناس كي يتعرف عليها الناس. <applause> الان بعد تشكيل المجلس هل ستكون سيكون اعلام الاباضيه اكثر قوه؟ ستكونون اكثر يعني تاثير فيما يخص مجابهه هذه الحملات حول الاباضيه؟ حقيقه نأمل ذلك طبعا هذه احدى الاسباب يعني احدى الاسباب التي جعلت وتنادى اصحاب هذا المذهب ل لتوحيد الكلمه، كان كان الرد يعني عشوائيا في الفتره السابقه أثناء ظهور هذه الفتوى، كان يعني طبعا تنادى اصحاب الناشطين وكذا والذين لديهم غيره على هذه المدرسه وعلى المذهب للرد يعني رد وكان رد يعني متفرق كل من جهته، ولكن الان والحمد لله بعد تأسيس هذا هذا المجلس طبعا من اهدافه ومن ركائزه انه ان يوحد الكلمه ويوحد الصف ويرد لكي لا تكون ردود عشوائيه وتنذر باخطار او تنذر بفتن او لقدر لا قدر الله على هذه الردود. نعم طبعا استاذ محمد لو سمحت نعم تفضل. فيما يتعلق بالامازيغ والاباضيه طبعا الديانات والافكار والتوجهات لا قوميه لها طبعا تجد الامازيغي يتبع المذهب المالكي يتبع مذهب اخر يعني لا تلازم شرعي في هذه المساله الإسلام جاء وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وهذا دين عالم يخاطب جميع الشعوب فلهذا بعض الناس يرد يعني يقول انتم تربطون الأمازيغية بالإباضية و... 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 ولم تصدقوا في ذلك فنقول لهم نعم نحن لا نربط هذا الأمر باعتبار أن الإسلام دعوة للجميع هنالك من الأمازيغ من يعتنق فكرة أخرى من يعتنق منهج آخر فلا تز... تلازم شرعي في ذلك الأمر <applause> يعني الآن مثلا العرب في سلطنة عمان في منطقة أخرى يدينون بهذا المذهب ويعني الافكار ربما حتى اشخاص اخرين يعني يسيرون في حياتهم على هذا المنهج وهم ليسوا من الامازيغ اصلا فالحقيقه الاسلام دين عالمي ولم ياتي بالشعوبيه ولا بالقبليه ولا بشيء من ذلك نعم. نعم. ايضا هناك نقطه مهمه وهي تخص التعليم وخصوصا التعليم الديني في في ليبيا كمجلس اعلى للاباضيه هناك خطط فيما يخص ترسيخ المذهب والمحافظة عليه سواء كان في المناطق التي يتواجد فيها المذهب أم حتى على مستوى الدولة في المناهج التعليمية هل سنشاهد مناهج تعليمية إباضية تدرس في ليبيا أم أن الأمر بات مقتصر فقط على الدراسة في الخارج أو في سلطنة عمان أو في الدول التي لديها هذه المناهج يعني طبعا نحن نوجه رسالة خلال هذا المجلس الى القائمين على شؤون التعليم في الدوله الليبيه بان لابد ان يكون المناهج الدينيه في مختلف المراحل التعليميه الابتدائيه والاعداديه والثانويه والجامعه يعني تكون مناهج يعني تهتم بما يتعلق بشريعه الاسلام وكذلك لابد ان تحث الطالب على ضروره الالتزام بدينه واما الامور الخلافيه فنحن نسعى الى ان تكون هذه المناهج يعني مناهج واسعه وتركز على اساسيات المسلم واركان الاسلام والضروريات التي يحتاج اليها المسلم. اما الخلافات الموجوده بين المدارس الفقهيه فمحلها عند الفقهاء ومحلها عند العلماء، بحيث تكون هذه المناهج مناهج شامله لما اتفق عليه اصول المسلمين الصحيحه. فهذا ما نطمح اليه ان يكون في امور التعليم، اما فيما يتعلق بمساجدنا ومناراتنا ومراكز التحفيظ عندنا فنحن نعم ولله الحمد ابناؤنا يتعرفون على هذه المدرسه هم يحملون كل الاحترام لابناء الامه الاسلاميه لا تجد غلو يعني على سيره التاريخ لا يوجد احد من اتباع هذه المدرسه من فجر نفسه او اعتدى على مؤسسه بالتفجير او كفر مسلما يشهد لا اله الا الله والشيخ الاستاذ محمد اود ان ننبه هنالك مثلا بعض الناس يشوه هذه المدرسه ويقول بانها تنتمي الى فكر الخوارج. اولا اريد ان اقول بان الواقع خير دليل. الان مثلا بعد احداث فبراير يعني من اول المسارعين الى اطلاق سراح الاسرى الذين كانوا مع النظام السابق وجاءوا يحاربون اولئك الذين يريدون ان يتخلصوا من الظلم والطغيان واسروا في الميدان صونت كرامتهم وحفظوا دون تعذيب ودون تنكيل ولم يصفوا على شاشات التلفاز كما رايناه في بعض المناطق وهذه المناطق التي يسير اهلها على على هذا المنهج السمح اول المناطق التي افرجت عن هؤلاء الاسره لانهم يرون بانهم من اهل الاسلام ونحن لا نكفرهم والجريح لا يجهز عليه والاسير لا يقتل والمدبر لا يتبع فانظر الفرق اريد ان وجه رساله للبيين ان ينظروا الفرق يعني الواقع خير مثال يعني هؤلاء المقاتلين في الميدان اسروا ثم عوملوا المعامله التي حتى عليها ديننا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إلى أن كانوا أول المدن التي أفرجت عن الأسرة، مه. بعكس ما رأيناه من تصفيه الأسرة المسلمين الذين يعني اقشعرت منهم أبدان الأمم الأخرى قبل أن يكون هذا الأمر عند أمة الإسلام. مه. كذلك بما يشوه مثلا هذه المدرسة تتبع منهج الخوارج، يعني الخوارج قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوتان، نحن نرى ان اهل الاسلام كلهم معصومي الدم والوال والعرض. اين لنا من فكر الخوارج؟ ليس لنا من فكر الخوارج، هل المقابر الجماعيه التي راها العالم اجمع وجدت في مثل هذه المناطق؟ ام كانت الفتوى الصادره من علمائنا بضروره اخماد صوت المدافع والبنادق والمحاوره، يعني مثلا في نالوت اقيم المؤتمر المعروف مؤتمر المصالحه. للم شمل الليبيين بمختلف توجهاتهم نراهم من اهل الاسلام لهم من الحقوق التي تحفظ كرامتنا نحن وجميعا في هذا المجتمع فنحن نرى ان هذا المجتمع كله على دين الاسلام له من الحقوق الشرعيه الاصيله التي لهم وعلينا ونحفظ كرامتهم ودماءهم وارزاقهم واعراضهم فالحقيقه الواقع خير مثال كما اسلفت باننا لا نكفر ولم توجد عندنا لا مقابر ولا تصفية للأسرة ولا قصف لأرزاق الناس وممتلكاتهم كما رآه من كان يحط على الوقوف مع الظلمة والبغاة وكانوا يساندونهم بالفتاوى وغير ذلك فنحن كانوا ندعو إلى الصلح والمصالحة تعظيما لحرمة دماء المسلمين وأن يحل الخلاف والنزاع السياسي بالحوار والمحاورة نعم شيخ علي المزاوي ايضا تحدثت عن وضع الاباضيه في عهد النظام السابق والجميع يعلم ما القبضه الامنيه والوضع الذي كانت عليه البلاد ولكن بعد ثوره فبراير ما زال هناك ضعف في معرفه الاباضيه او في ظهور المدرسه الاباضيه هل هو تقصير من الدوله ومن الاعلام ام ان التقصير من صاحب الشأن من أهل المدرسة المدرسة الإباضية مدرسة الحق والاستقامة أخي محمد كما ذكرت لك من قبل يعني التقصير من من الجانبين يعني ونضع اللوم أولا على أنفسنا على أصحاب هذه المدرسة أنهم قصروا في يعني في بيان وفي إظهار وإبراز هذه سماحة هذه المدرسة وتعاملها مع إخوانها من كافة المذاهب الإسلامية ولكن يعني كانت الفترة الماضية كما قلت لك طبعا أي شيء تريد أن تبرزه أو أن تريد أن تبينه للناس لا يأتي من فراغ لابد من عمل لابد من دعم لابد من فلذلك لم نجد لم نجد يعني حاليا لحد الان ونامل كما ذكر الشيخ محمد ان نامل من ان مؤسسه الدوله التي لها ان تعني بهذا بالامر ان تعين وتعمل وعلى بيان ويعني ابراز هذه المفاهيم اذا كانت اذا اذا رات فيها الصلاح والسماح وما الى ذلك نعم شيخ علي ما هي رسالتك الليبيين للمدارس الإسلامية في ليبيا للدولة لي الليبية في ظل ما تمر به البلاد حاليا كشيخ علي المزاوي أحد أو نائب رئيس المجلس الأعلى الإباضية في ليبيا واحد مشايخ الإباضية في ليبيا ما هي الرسالة توجهها في هذا الوقت؟ حقيقة بالنسبة للدولة في الـ 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 الوقت الحالي كمن يطلب يعني زي ما نقولوا يعني بالدارجه واحد دهش وتقول له مد انا بنشد فيك هذا ما ناش كما يعني كم كيف ما نشوف يعني في في الاونه الاخيره الوضع العام. العام وطبعا المماحكات الموجوده الان في في اروقه السياسه وتناهش القوى الخارجيه على على الدوله وعلى ممتلكات الدوله نأمل أن أن تقف الدولة ويكون لها طبعا كيان ويكون لها رأي ونمد أيدينا للتعاون طبعا عملنا احنا مد يد المعونة لإظهار وإبراز هذه المدرسة والوقوف والنهوض بالدولة يعني الدولة الليبية بصفة عامة ليست مقتصرة على هذه المدرسة أو إظهار هذه المدرسة نتحاور ونمد يد العون وندعو الله أن يعيننا في القيام بالمسؤوليات المنوطة نعم. بنا في لأجل النهوض بهذه المدرسة نعم بارك الله فيك شيخ علي صدق. أيضا شيخ محمد ما هي رسالتك للمدارس الإسلامية في ليبيا للليبيين لي للدولة الليبية نعم. لمن ما زال يحرض ضد المدرسة الإباضية نعم أولا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ هذه البلاد وأن يحقن دماءها ثم أتوجه إلى كل فرد داخل هذا الوطن صغير أم كبير رجال ونساء هذا الوطن كالسفينة إن سارت حقق الجميع ما كان مرجو من ركوبه كان سفر أو تجارة غير ذلك وإذا غرقت سوف يغرق الجميع فنحن ولله الحمد أمة مسلمة وامتن الله علينا بهذه الخيرات الموجودة في هذه البلاد لماذا يعني نحرق الأخضر واليابس لماذا نضيع هذا الخير الذي اردناه، اليوم اكرمنا الله سبحانه وتعالى بالحريه، وعبوديتنا لله عز وجل، فلا مخلوق يتحكم فينا، لماذا لا نتفق وتكون كلمتنا سواء، ويختار اهل الحل والعقد لاداره شؤون هذه الدوله فيسعد الجميع ويهنى الجميع، ويتحقق الامن، ويتحقق السلام، الذي اطعمهم من جوع وامنهم. من خوف الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب فنريد ان تطمئن القلوب في هذا الوطن ويرتاح الجميع ويهنئ الجميع والدوله لابد البعد عن الخلافات السياسيه والتناحرات بين الاشخاص الموجودين الان في هرم السلطه فلان لا يريد ان يعمل مع فلان وفلان يحذر من منافسه فلان وهذه الاجسام الان التي تتقاضى المرتبات الباهظه وتكلف من الدوله الكثير وهنالك اشخاص يعني فقراء لا يجد ما ياكلون، فلهذا لابد للجميع ان يهتم بشؤون الفقير والضعيف والمريض والذي يحتاج الى المساعده، فارجوكم من كان في الدوله ان يسعوا لتحقيق الوئام والسلام ونشر العلم والمعرفه. وتحقيق المستويات الصحيه والخدميه لرفع المعاناه التي يعانيها الوطن منذ يعني ما يقارب عقد كامل، فالناس قد تحملوا في ذلك الكثير، وان لهم ان يسعدوا وان يرتاحوا، وهذه الخلافات التي يحدثها بعض الناس، فهذه هذه الاشكاليات يعني اوجه الجميع ان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الامه وان يعودوا الى رشدهم وصوابهم. وأن يسعوا إلى رقي هذه الأمة حتى تكون العزة لله ولرسوله نعم وللمؤمنين نعم شكراً شكراً جزيلاً لك، بارك الله فيك الشيخ محمد العزابي رئيس المجلس الأعلى للإباضية في ليبيا، كذلك الشيخ علي المزاوي نائب رئيس المجلس الأعلى للإباضية، أشكركما على هذه المداخلة، أيضاً مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذه الحلقة ولكن بعد الفاصل. رغم ان الاباضيه تعد من اقدم المذاهب الاسلاميه في البلاد الا انها تعرضت للعديد من الانتقادات بل وصف اتباعها في كثير من الاحيان بالخوارج ويستند اصحاب هذا الاتهام الى ان الاباضيه يعتبرون كل مخالفهم من المسلمين كفار نعمه لا كفار اعتقاد فهم ليسوا بمشركين ولكنهم في ذات الوقت غير مؤمنين ورغم ذلك فان معتنقي المذهب الاباضي لا يستحلون دماء مخالفيهم كما يجيزون الزواج منهم وتوريثهم وهو ما اعتبره البعض يعكس مدى اعتدالهم وانصافهم مع مخالفيهم ويذهب الاباضيون الى ان سبب الصاق تهمه الخوارج بهم هي سياسيه وتاريخيه محضه من قبل الامويين حيث ينفر الناس من اصحاب المذهب الاباضي لما وجدوه من صلابه في مواقفهم ضد الدوله الامويه يعد كثير من العلماء المعاصرين بان الاباضيه هي اقرب الفرق الى المذاهب الاربعه لاعتدال مذهبهم وبتسامحهم مع مخالفيهم ولكنهم يغضبون ممن يعتبرهم فرقه من الخوارج باعتبار انهم يحرمون قتل الموحدين واستعراض الناس وامتحانهم كما تفعل بقيه فرق الخوارج في جميع الازمنه في ليبيا حيث يسود المذهب المالكي مع اقليه اباضيه لم يسجل اي خلاف منذ مئات السنين فالمذهبان متقاربان ويختلفان في اشياء جد بسيطه للغايه قد تنحصر في الصلاه فقط وبعض المسائل في العقيده الا ان كل هذه الفروقات اختفت مع الزمن ليصبح المذهب الاباضي كباقي المذاهب الحنفي والشافعي والحنبلي وغيرها نحن رسالة المذهب الإباضي أن هي التسامح ومد اليد الإخاء والتعاون مع الآخرين والمذاهب الإسلامية وخير مثال إحنا يعني مع المذهب المالكي ثلاث قرون يعني ما فيش أي حروب مذهبية ولا صراعات مذهبية بالعكس يعني عشنا مع إخواننا في المذهب المالكي ثلاث قرون وقرون, وقرون 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 الحمد لله يعني في وئام وإخاء واحترام كل واحد للآخر بما عنده ورحم الله الشيخ علي معمر يعني قال المذهبيه لن تزول الا بالمعرفه والتعارف والاعتراف. بارك الله فيكم. المذهب هو الاسلام الصحيح في نظرنا وهذا هو ما يؤيده الواقع لان الذي يقرا كتب الاباضيه هو الذي يجد الحقيقه ناصعه، اما من يقرا ما كتب عنهم فكثير من الكتابات التي ذكرت المذهب الاباضي لم تنصف المذهب الاباضي بل قالت عنه اقوال وكلام لا يمت الى الاسلام بصله مشاهدينا الكرام رحبوا بكم من جديد في هذه الحلقة الخاصة كان هذا تقرير طبعا عن تباين الأراء حول تأسيس المجلس الأعلى للإباضية مستمرين طبعا في حديثنا عن المذهب الإباضي وتاريخ المذهب الإباضي وأهم المعالم والأعلام الذي المنتمين لهذا المذهب وهذه المدرسة الإسلامية ينضم لي طبعا ضيوفي في هذا الجزء الاستاذ صلاح الدبلي رئيس الجمعيه العموميه لمؤسسه نفوسه للتواصل الثقافي والاجتماعي كما ايضا ينضم الي الشيخ موسى بيلا احد مشايخ المدرسه الاباضيه في جبل نفوسه لو نتكلموا على تاريخ المذهب الاباضي وتاريخ المدرسه الاباضيه وهي معروف انها واحده من اقدم مدارس الاسلاميه اكيد نرجع بالتاريخ للوراء بشكل كبير ونعطوا ولو نبدا مختصره عن وضع المناطق الاباضيه حاليا في سواء كان في الاسلام او ما قبل الاسلام استاذ صلاح بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالشكر والتقدير لقناة ليبيا الأحرار وعلى شبابها الذين يبذلون مجهودا ضخما لبناء ليبيا الحديثة بين ليبيا الحق والحرية أخي محمد في هذا الجانب للحديث شجون وتداخلات ويحتاج الى لقاءات متعدده وحلقات حتى يكتمل هذا الذي نتحدث عنه لكن على اي حال نريد ان نوضح لابناء شبابنا او ابناء هذا الوطن ان المجتمع الاباضي في ليبيا هو مجتمع إسلامي حاول بقدر الإمكان المحافظة علي نسبية من أخلاقه وأدبه وثوراته ومثلاته ونرى أيضا بأن هذه المدرسة التي اعتنقها هؤلاء في مجتمعنا الليبي في كل من نفوس وزوار حاولوا بقدر الإمكان أن يكونوا مع الإسلام والمسلمين دائما وعلى النهج الأول لهذه المدرسة هذه المدرسة العريقة لها سلسلة ذهبية فريدة بنوعها تكلم عليها كثير من العلماء أمثال الشيخ صال ابو خليل صال الدركلي عندما كأهاد وهو من اعلام القرن الثاني الهجري منتصف القرن الثالث الهجري عند في مدرسته العريقه القديمه الكبيره بوادي شروس كان يتعلم فيها ابان بن وسيم الويغوي فبقى هناك عشرين سنه يتعلم فحتى استطاع ان يكون من الاعلام ومن المفتيين فقال له الشيخ أبو خليل صال الدركلي افتي يا أبان أنت نذير هذا الزمان والله ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خمسة فهي سلسلة إسنادها قوي وإسناده ذهبي وتأخذ من النبع الأول عن طريق الإمامها الأول وهو الإمام جابر بن زيد الذي أخذ علمه ودينه عن السيدة عائشة أم المؤمنين وعن عباء السل وعن عبد الله بن العباس وعن عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة أخذ منهم الكثير أما التسمية الإباضية فهي تسمية عارضة على المذهب الإباضي وعلى أهل الحق والاستقامة لأنها تنسى نسبة إلى المتحدث الرسمي أو السياسي عبد الله بن أباض التميمي ولم تظهر هذه التسمية إلا في أواخر القرن الثالث الهجري عندما عندما كتب الشيخ عمروس بن فتح المساكن في النفوس مدونته المعروفة وذكر نحن الإباضية فالإباضية تسمية عارضة ارتضيناها لأنها إلا أنها لا تمت إلى الفقه الإباضي بشيء فالفقه الإباضي كله موكول إلى الإمام المذهب الذي أخذ من النبع الأول أيضا نريد أن نؤكد لأبناء هذا الوطن أن هذه المدرسة هي الإسلام ذاته هي الإسلام الحق ففي هذا المجال يتكلم لواب بن سلام ميمان من جبل نفوسه وهو من وهو العالم والمفتي وانتقل الى القيروان وبقى قاضيا هناك وكذلك في توزر وبلاد الجريد كان يصدح في في ويصدح باعلى عقيرته ويقول ديننا هو دين الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وديننا هو دين الانصار والمهاجرين من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من اعلام بدايه القرن الثاني الهجري اي في حدود سنه 167 هجريه هذه الامور كلها وهذه الشواهد التاريخيه هي التي تعطي لنا مدى اهميه هذا المذهب انه من النبع الاول الإمام جابر بن زيد ولد سنة 18 هجري وتوفى سنة 96 هجري على أصدق الروايات. الإمام مالك بن أنس ولد سنة 94 هجري فكان هذه المدرسة قديمة جدا أخذت مبادئ هذه المدرسة من النبع الأول من الصحابة كما ذكرنا. أيضا بالنسبة لموضوع التاريخ في هذا الجانب وانتشار الإسلام وظهور الإسلام يحتاج أيضا إلى بدايات لأن له علاقة بنفوس بالذات وكيف بدأت نفوس التي هي استطاعت أن تقوم بدور مهم في نشر هذه المدرسة وهذا الدين إلى بلاد الغرب الإسلامي حيث قال عنها الإمام عبد الوهاب ابن رستم ما قام هذا الدين إلا بسيوف نفوس وأموال مزاتة في البداية طبعا لماذا ربما سائل يسأل لماذا التاريخ ولماذا هذا الخراف وهذا الكلام فائدته وهو قد مات وانتهى الحقيقة حتى بالعامية نقول اللي ما عنداش تاريخ ما عنداش اصل. التاريخ ليس كما يقال هو عظة واعتبار فقط، بل هو قيام امجاد الدولة عن طريق الموروث الذي تملكه تلك المجتمعات حتى لا تضيع هباء في زحام هذا التدافع الذي في الذي يقع بين الانسانية في شرق البلاد وغربها. التاريخ عندما ننظر اليه بنظره سيريه فهو مهم في حياه الشعوب وبناء الامم وهو وسيله الاستنهاض والوقوف ضد الظلم والاستبداد. يقول احمد شوقي عندما اعدم المجاهد عمر المختال رحمه الله راى ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباحا ومساء هذه اللمسات التاريخيه مهمه ايضا للتاكيد على قدم هذه المدرسه الاسلاميه سواء كان في شمال افريقيا وتحديدا في في ليبيا أو قدمها حتى كظهور المدارس الإسلامية بعد في تاريخ الهجرة هجرة الرسول هنا سؤال أيضا للشيخ موسى بيالا عن الأعلام الإباضية في ليبيا نتحدث عن مشائخ ولربما يوم السادس عشر من يناير حيث إعلان المجلس الأعلى الإباضية كان ذكرى وفاة الشيخ علي يحيى معمر والشيخ علي يحيى معمر شيخ غني التعريف وهناك أيضا أعلام كثر كانوا قبل أو بعد الشيخ علي يحيى معمر ماذا عن أعلام الإباضية أبرز الشخصيات التي قدمت للأمة في والمنتمين لهذه المدرسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليم. اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا من لا, لا, لا يشكر الناس لا يشكر الله لا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وجب علينا شكر هذا الفريق العامل في هذا الوقت المتأخر الحقيقة، في هذا المنبر الحر، منبر ليبيا الأحرار، بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله كل خير. المدرسة الإباضية أو علماء المدرسة الإباضية وأعلامها، لهم امتداد طويل جدا في التاريخ. ونعتبر نحن في هذه المدرسة أن اول هؤلاء الاعلام او اولى هؤلاء الاعلام بالذكر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لان هذا الفقه او هذا المذهب انما استمد من منبع الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم هو من علم اصحابه والصحابه هم من علموا إمام هذا المذهب وهو جابر بن زيد رضي الله عنه. ثم تولى هذا الإمام تدريس العديد من الطلاب وتعليمهم مثل المعلم الذي تولى تأهيل طلبة العلم المعروفين الذين انتقلوا إلى البصرة من الشمال الإفريقي. انتقلوا إلى البصرة هناك وبقى هناك لمدة خمس سنوات تعلموا وأخذوا العلم عن الإمام الثاني أو المعلم الثاني لهذه المدرسة وهو الإمام أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة التميمي والملقب بالقفاف كما هو في التاريخ إذ إنه كان يمتهن هذه المهنة مهنة صناعة القفاف خوفا من استخبارات وأمن داخلي بني أمية إذ أنهم كانوا يطاردون مثل هذه النشاطات العلمية كما يحدث في كل الدول كما يحدث في كل الحقيقة الأنظمة السياسية الدكتاتورية ثم انتقل هؤلاء طلبة العلم الخمسة ونشروا هذا المذهب كما هو معروف ومستفيض هذا الكلام في كتب التاريخ نشروا هذا المذهب في هذه البقاع بقاع شمال افريقيا بين ليبيا وتونس والجزائر وفي ذلك الحين طبعا لم تكن هذه التقسيمات وانما هذه حدثت مؤخرا بعد الاستعمار الاوروبي لهذه البقاع فكان في هذا في ذلك الزمن كانت الناس تنتقل في هذه الاوساط دون حاجه الى وثائق او مستندات او جوازات سفر او ما الى ذلك. فانتشر هذا الفكر، فكر المدرسه الاباضيه او فقه المدرسه الاباضيه الذي كما ذكرنا انه استمد من وحي النبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الاستاذ صلاح ان الامام جابر هذا اخذ العلم عن العبادله وعن امنا عائشه وكذلك خرج العديد من الطلب منهم أبو عبيدة كما ذكرنا ومن النساء بنت أبي صفرة والعديد وكذلك قتادة شيخ الإمام البخاري تخرج على يدي الإمام جابر بن زيد يعني عندما يتعجب البعض أنكم مثلا تنكرون البخاري أو شيء الشيخ البخاري هو تلميذ الإمام جابر بن زيد قتادة هذا هو انتشر العلم بعد ذلك تولى طلبه العلم الخمسه نشر هذا الفقه في اوساط هذه الدول كما ذكرنا او هذه البقاع وطبعا في البدايه قام او استقبل او تقُبّل هذا الفقه الجديد وهذا الفكر الجديد باعتبار انه الاسلام الصحيح الذي لم يلوّت بملوّتات السياسه لان لماذا اعتنق مثلا سؤال يطرح نفسه لماذا اعتنق مثلا الامازيغ هذا المذهب هنا في الشمال إفريقيا اما في الاصل عمان عربيه وعرب اقحاح وهم اباضيه يعني هذا المذهب لا يتعلق فقط بالامازيغ او انه يختص بالامازيغ فقط بل يعتنقه الناس جميعا على حد سواء اعتنق الامازيغ هذا المذهب عندما وجدوا في ولاة بني اميه وجدوا فيهم الغلظه والجور والظلم والطغيان والبغي واستعمال صلاحياتهم في غير ما امر به الشارع الحكيم. فعندما اتوا طلبه العلم الخمسه وقدموا لهم هذا الدين خاليا من هذه الملوثات السياسيه وخاليا من استغلال الدين او استغلال السلطه باسم الدين تقبلوا هذا المذهب واعتنقوه وقاموا به حق القيام وانتشر هذا المذهب وظهر هناك الكثير من الأعلام مثل ما ذكر الأستاذ صلاح من أول هؤلاء الأعلام هو لواب بن سلام والذي ألف كتابا موجود يعني حتى في الشبكة العنكبوتية في الإنترنت لمن أراد أن يطلع عليه كتاب بدء الاسلام وشرائع الدين، هذا الكتاب موجود حققه احد المستشرقين الاوروبيين وطبع ونشر هذا الكتاب. هذا العالم الجليل كان في القرن او بدايه القرن الثاني الهجري او اواسط القرن الثاني الهجري. ثم توالى بعد ذلك العلماء، هناك علماء الفوا ديوان الاشياخ في غار امجماج الفوا ايضا علماء اخرون الفوا ديوان العزابه وهذه المؤلفات تعد بعشرات عشرات الكتب يعني 12 مجلد وعشر مجلدات الى غير ذلك هذا حدث باكرا في تاريخ التراث الاسلامي او تاريخ العلوم الاسلاميه. باءت بعد ذلك لدينا ابن مغطير الجناوني أحد هؤلاء الأعلام وانتقلت هذه العلوم كابر عن كابر كان في مثلا في مدينة جناون هذه البلدة البسيطة كان هناك سبعون عالما من العلماء هؤلاء العلماء يقال في كتب السير أنه لا يحتاج بيت إلى بيت في الفتوى لا يوجد بيت يحتاج الى بيت اخر في الفتوى يعني في كل بيت يوجد هناك عالم. مفتي وعالم مه. لا يحتاج أحد افراد هذه الاسره ينتقل بالسؤال الى المفتي او يبحث عن المفتي او يتصل بالمفتي وانما يستفتي من كان في البيت في مه. كل بيت عالم كانت هناك ثلاث قرى او ثلاث مدن في جبل نفوسه لا يحتاج فيها بيت الى بيت في الفتوى وباقي القرى او المدن لا تحتاج مدينه الى مدينه في الفتوى. في الفتوى. فانتشر العلم وايضا انتشرت المؤلفات مثل بعض كتب العقائد، عقيده الجناوني وعقيده الجيطالي وكذلك ظهر الشيخ ابو نصر التملوشايتي وهو معروف لديه العديد من المؤلفات ولدينا هنا ايضا بعض المؤلفات مثل من العلماء المتقدمين مثلا ديوان. كتاب الاجارات هذا مه. من ديوان ابي زكريا الجناوني وهو من اعلام القرن نهايه القرن الخامس الهجري نعم. كذلك كتاب الايضاح وهو للبدر الشماخي عامر الشماخي مه. طبعا غير كتاب السير كتاب السير صاحبه هو احمد مه. الشماخي رحمه الله جميعا هذا كتاب الايضاح في الفقه ايضا كتاب الوضع كتاب الوضع للجناوني ايضا للامام ابي زكريا يحيى ابن الخير الجناوني ايضا هذا من اعلام القرن الرابع او الخامس الهجري هؤلاء الاعلام قناة الخيرات للإمام الجيطالي الفقيه أبي طاهر إسماعيل الجيطالي أيضا هو من علماء القرن الثامن الهجري أو نهاية السابع الهجري ظهرت المدارس الفقهيه مثل مدرسه ابي زيد المزغورتي في جادو في قريه مزغوره ظهرت هناك مدرسه الامام ابي عيسى موسى الطرميسي ايضا في جادو ظهرت هناك الكثير من المدارس على مستوى جبل نفوسة وزواره نعم. وطرابلس كل هذه المدارس وكل هؤلاء الاعلام القائمون على هذه المدارس خرجوا ونشروا الاسلام الصحيح والمنهج الوسطي المعتدل دون تطرف أو غلو. ويشهد بذلك سيرة أتباع هذه المدارس مع تعاملهم. مع جيرانهم. مع متساكنيهم. ومع باقي المسلمين في هذه البقاع نعم. يعني ما شاء الله يعني كل هالكم من المؤلفات كانت في فترة متقدمة من سواء كان انتشار الإسلام أو انتشار المدرسة الإباضية في في جبل نفوسة أو حتى في الساحل أستاذ صلاح لو نتكلموا عن أبرز المعالم والمنارات العلم سواء كان في جبل نفوسة أو في زوارة أو في مناطق الساحل لو تحدثنا عن المساجد ونحن نعرف ان جبل نفوسة غني بالمساجد القديمه والمنارات القديمه وفي وفي منها من من كانت حتى يعني معابد او كنائس في في سواء كان للنصرانيه او ثم بعد ذلك بعد اعتناق الاسلام تحولت طبعا الى مساجد وهذا دليل على العمق التاريخي وقدم الديانات في في هذه المنطقه، نعم. شن ابرز المعالم والمنارات في جبل نفوسه وفي الساحل الغربي يعني؟ استاذ محمد ساسيح بك الى فتره زمنيه ما قبل الاسلام لنظهر مدى اهميه الموروث الثقافي النفوسي سواء كان المادي او المعنوي. منطقة إقليم طرابلس الممتدة من مغمداس اللي هي الآن سرت إلى جابس هذا إقليم إداري اقتصادي صنعه الفينيقيين عندما جاءوا إلى ليبيا أي إلى شمال أفريقيا وكونوا المدن الثلاث اللي هي طرابلس وصبراتا ولبدة هذا الإقليم عندما جاء إليه الفينيقيون جاءوا بالمذهب بالديانة التوراتية المبكرة جاءوا بها فانتشرت عن طريق يوشع بن نون كان رجلا عبقريا استطاع أن ينشر هذه الديانة بسرعة نحن لنا أثار مهمة جدا من المعالم التاريخية التي تتعلق بهذه الديانة التوراتيه خاصه في منطقه يفرن بالذات هناك كثير من المعابد ايضا عندما جاء الرومان جاءوا معهم بالديانه المسيحيه ديانه سيدنا عيسى سيدنا عيسى طبعا عندما ضايقوه اليهود قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فتوزع الحواريون اللي هم روايات التاريخيه تقول كان عددهم وسبعون رجلا وامرأتان هذا الرقم مهم في تاريخ الاسلام لان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عندما تضايق وذهب الى ثقيف ثم رجع مغموما مهموما وضاقت عليه الارض بما رحبت فبعد فترة زمنية جاءه الأنصار 72 رجلا من المدينة كيف جاءوا ولماذا جاءوا ومن أعدهم لهذا المجيء هنا نربط يرتبط التاريخ بالديانات القديمة ديانة التوراة وديانة الإنجيل الحواريون هم الذين قاموا بهذا المجهود ومن بعدهم المذهب الدوناطي والأريوسي هم الذين نشروا ديانة الديانة التوراتية وديانة الإنجيل لأنها تجمعت لدى الحواريين الديانة السابقة ديانة سيدنا موسى قبل أن تحرف وديانة الإنجيل قبل أن تحرف فنشروها في بقاع الأرض هذه الديانة الدوناطية انتشرت في جبل نفوسه لان لا اريد ان اطيل واتوسع لان الوقت قد لا يسعفنا. فالديانه الدوناطيه انتشرت في جبل نفوسه. اثارها كثيره جدا خاصه في الجانب الثقافي فنجد في جبل نفوسه مسميات الانبياء السابقين زكريا ويحيى ويونس ويعقوب ومريم. آه نافست المسميات الامازيغيه بسبب الثقافه. التوراتية وثقافة الإنجيل التي انتشرت في جبل نفوسه. أيضا نجد عائلات كثيرة البراهمة ابن داود، ابن هارون إلى آخره. هذه مسميات كلها لها علاقة بالديانات السابقة. نفوسه كانت تدين بهذه الديانات والديانات الصحيحة. أيضا لدينا مقر أتباع الدوناطية في الرحبات أدونات نسبة إلى دوناتس سيفاكس الأدوناتي وأيضا أدونات في منطقة ويفات بالإضافة إلى الحواريات الكثيرة اللي هي موجودة في يفرن وللأسف أن بعض الإدارات المحلية قامت بإزالتها كثير من الحواريات موجودة في منطقة يفرن وكثير من ال المعابد القديمة لدينا في تندمير معبد قديم جدا وحور طبعا وغير إلى مسجد فهو مسجد قشقاش وأيضا قشقاش اسم عبري أيضا قشقاشة أيضا عندنا تغليس في كل مكان هذه معالم أثرية حورت إلى لما جاء الإسلام حورت إلى مساجد, مساجد, بتغيير القبلة فقط وللأسف أن هذا الموروث الآن في سبيله إلى الضياع لما جاء الإسلام إلى منطقة تقليم طرابلس بقيادة الصحابي عمر بن العاص سنة 23 هجري فتح طرابلس ثم امتد بعد شهر واحد وصلت إلى صبراتة أو في ذلك الوقت صبراتة طبعا اسم فينيقي وزواغة هي القبيلة الأمازيغية التي لها علاقة بزناتا أيضا فرع من فروع زناتا وصل جيش الفتح إلى مدينة صبراطة فسمع به أهل نفوسه ومدينة شروس بالذات اللي هي أم قرى جبل نفوسه كان امتدادا تجاريا شروس وزواغة كانت لهم امتداد تجاري في ذلك الوقت فسمعوا أهل شروس بوصول جيش الفتح فأعدوا قطيعا من البقر لإطعام جيش الفتح ثم بحث معهم عمر بن العاص في بعض الروايات طبعا أن عبد الله بن الزبير فجاء إلى شروس فمدينة شروس فوجد أهلهم على ديانة التوحيد لم يأمر عليهم أمير ولم يأخذ منهم الجزية اطمأن إلى ديانتهم التوحيدية، وبذلك بدا الإسلام ينتشر رويدا رويدا وبالتدريج، بمعنى كثير من الرجال الدين الغربيين كتبوا عن دور الدوناطية والأريوسية في نشر الإسلام وانتشار الإسلام. في شمال افريقيا في شمال افريقيا في شمال افريقيا نعم. نعم نتوقف عند هذه النقطة أستاذ صلاح عند هذا الفاصل حتى نعود ونستكمل الحديث عن تاريخ الإباضية وهم عالم معالم وأعلام الإباضية، ابقوا معنا هذا المسجد كما قلنا للعالمة زورغ الأرجانية هو على هيئة مسجد كاموري مساحته ممكن تقريبا سبعين متر مربع بني بمواد محلية من مواد الجبس والحجر وتم إنشاء هذا المسجد بمواد بسيطة جداً أه وطريقة صناعة الجبس طبعا عن طريق الحجر معين موجود هنا في الجبل وفي هذه الغابة أه يصنع في 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 أه في الكوشة خاصة لصناعة الجبس ويتم أه دهسه بطريقة أن يكون مرن للبناء أه ويتم تشييد بها هذا هذا المسجد طبعا كانت المنطقة هذه منطقة عامرة بالسكان وكانت خصبة وكانت وهذه العالمة على بعد المسافة على بعض القرى على بعضهم كان نساء أبديلان طبعا في موجودة في جهة أحد الضواحي في قرى رحبات في في جهة قطرس مدينة قرية قطرس بالرحيبات وكان نساء جيطال وكان نساء مرساون ياتينا يتلقوا العلم من هذه العالمه ويرجعوا الى مناطقهم باعتبار ان كان فيها امان وكانت فيه صحوه علميه والناس والناس كانت تتواصل من اجل العلم المراه والرجل يرتحلوا لاجل اخذ العلم من من العلماء توجد أول مدرسة في رحبات طبعا مسيد أول مدرسة في العالم الإسلامي بقسم الداخلي التي أسستها أم أم يحيى الميتونية من في قرية ميتيون والتي تسمى تكسليت هذا بالنسبة لبعض بعض جزء من العلماء والعلمات اللي موجودات في 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 الجبل في جبل نفوسه وكانت المرأة طبعا في جبل النفوسة جنبا إلى جنب مع الرجل من حيث العمل والكفاح والجهاد والعلم وانتشرت عالمات وعلماء في جبل النفوسة من ضمنهم علي بن يخلف التنجاري الذي أوصل الإسلام إلى مملكة غانا وكذلك نوح بن حازم المرساوني وعبد الله بن الخيرات وعمروس بن فتح المساكني ونن مارن و بعض العلماء في جميع مدن جبل نفوسه وكذلك فيه عالمات ما يقارب عن ممكن 30 عالمة في الجبل هذه الصحوه العلميه طبعا الحركه العلميه كان في كل مكان في جبل نفوس وكان يكفيها في جربه وفي الجزائر وفي عمان وفي زنجبار وكان أحيانا حد مذهب الليباضي كان موجود حتى في اليمن البناء اللي موجود هو على شكل من صفايح الحجر الرقيقة ويتم نحتها بطريقة هندسية جميلة وعلى شكل الجريد جريدة النخلة في بعض النقوش طبعا الرموز بطريقة مقلوبة فيها ايدي فيها اكفف الارجل فيها اكفف اكفف الايدي فيها الارجل فيها بعض النقوش في الاسقف لكن للاسف انه طبعا تم تدميره بفعل العابثين الباحثين عن الكنوز تم تدميره كما ترون هذا المشاهد للاسف انه نتمنى من الجهات التي تختص الاثار والجهات المسؤوله ان تهتم بهذه الاثار هذا المبنى ممكن أن يكون اكثر من ألف سنه معناها اهلا بكم مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم من جديد في هذه التغطيه الخاصه والحلقه الخاصه فيما يخص المدرسه الاباضيه في ليبيا طبعا كان هذا تقرير عن ابرز المعالم والاعلام الاباضيه على مر التاريخ ونتكلم طبعا بالتحديد على ليبيا نكمل طبعا حديثنا مع الاساتذه والمشايخ طبعا الشيخ موسى بيالا وكذلك الاستاذ صلاح الدبلي ونحن تعمقنا في التاريخ ورجعنا الى ما قبل الاسلام وبدايات انتشار الاسلام خصوصا في الجانب طبعا شمال غرب ليبيا وتحديدا في جبل نفوسه موطن المدرسه لا 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 الأباضية كنت سألتك عليه أبرز المنارات ومراكز العلم اللي ممكن حتى كان في من مناطق ثانية ومن أقاليم ثانية كانوا يتقاتروا على هذه المنارات اللي خرجت علماء وأجيال لو تطلعنا على أبرز هذه المساجد أو المنارات القديمة في جبل نفوسة أيضا أريد أن نقول علاقة الإباضية بالخوارج هذه نقطة مهمة لأن تعرضنا فيها إلى كثير من الظلم والطعن عبر التاريخ عن طريق كتاب الملل والنحل اساءوا إلى المدرسة الإباضية أريد أن أوضح أن نعم قد خرجنا في زمن واحد أو وجدنا في زمن واحد مع ظهور الخوارج. نحن والخوارج في فترة زمنية وبالتالي ارتبط كثير من الكتاب ربطونا بها. الخوارج أو الخارجين طبعا لهم معاني كثيرة بالنسبة للخروج السياسي كثير من الناس خرجوا السيدة عائشة خرجت عن الإمام علي رضي الله وكرم الله وجهه أيضاً الخروج بهذه الكيفية خروج سياسي أو ثورة بمعنى الثورة حتى التوراة اللي أن يسمونها بالخوارج إذا أرادوا أن يشيطنوها نحن طبعاً رضينا بالتحكيم لا اكثر ولا اقل والخوارج رضوا بالتحكيم رضوا رفضنا التحكيم الخوارج والاباضيه في فتره زمنيه متقاربه اتفاقنا برفض التحكيم الذي طبعا كان الامام علي كرم الله وجهه كان بعض الروايات تقول انه ارغم عليه بذلك لكن من ناحية الفقه والأمور الأخرى فهم طبعا هم الذين يستبيحون الدماء ويخرجون ويجوزون السبي في أهل القبلة نحن لما تكونت الإم أول الـ رابع إمامة في طرابلس في إقليم طرابلس إمامة أبو الخطاب بن السمح المعافري سنة 140 هجري طبعا الصفارية أو الخوارج الصفارية وجدوا في القيروان واستباحوا مسجد عقبة بن نافع وربطوا فيه دوابهم واستغاث المسلمون هناك بالإمام أبو الخطاب فذهب بجيش نفوسه وجزء من زناته وهواره واستطاع طبعا أن يخرج الصفارية ويحارب الصفارية الخارجية فإذا نحن إذا كنا من الخوارج كيف نقاتل الخوارج وهم الصفارية وهذا التاريخ أثبته كثير من الكتاب نجده في تاريخ ابن خلدون وأيضا الشيخ الطاهر الزاوي ذكر هذه المسائل كثيرا وبالتالي الطعن في الاباضيه بانهم خوارج ليس صحيح من الوجهه التاريخيه وايضا من الوجهه العقديه، لأننا نختلف معهم اختلافا كاملا. السؤال اللي هي فقلنا لما انتشر الاسلام وبدا بالتدريج في منطقه شروس ثم بدا يمتد، اهتم المسلمون الاوائل بالمدارس الفقهيه اسوه اسوه بما كان يقع ايضا اقتداء بمدرسه النبي وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم لان النفوس كان كثير الحج وبالتالي استطاعوا ان ياتوا باشياء وجدوها وجدوها في مكه والمدينه وبالتالي اهتموا ببناء المساجد من خلال الجوله التاريخيه سنه 2005 التي كلفنا بها مركز الجهاد او الدراسات التاريخيه ذهبنا الى طبعا منطقه الجبل فوجدنا معالم قديمه جدا منها مسجد الشيخ محمد التونوماتي هذا المسجد اسس سنه 57 هجري الفتح سنه 23 هجري وهذا المسجد اسس سنه 57 هجري دليل على عراقة الإسلام عراقة الدين وانتشار الدين في هذه المناطق المدارس العلمية كثيرة جدا في طبعا هناك مساجد مسجد الشيخ محمد التميجاري سنة 126 هجري أيضا توجد من المدارس مدرسة الشيخ أبو زكريا يحيى السدرات النفوسي التي تعلم فيها من الخارج آه الشيخ أبو مسور يسجى اليهراسني من جزيرة جربة آه هذا ابن المدرسة النفوسية تعلم في نفوسه آه ثم ذهب إلى مدينة شروس وهي فيها مدرسة كبيرة جدا مدرسة آه أبو معروف آه وذرام بن جواد وهو من أعلام أواخر آه القرن الثالث الهجري ايضا منظومه العزابه كانت مبكره في جبل نفوسه خاصه بعد معركه مانو وانتهاء او عدد كثير من علماء نفوسه في هذه المعركه التي فل كما يقول بعض المؤلفين ان فل فيها حد نفوسه وانا على غير هذه الفكره ف استطاع الشيخ محمد الونزير في وابو القاسم البغطوري من الاهتمام بمنظومة الإباضية التي منظومة العزابة وقاموا ببنائها وتجديدها حتى قام بتطيرها سنة الشيخ أبو العب الشيخ أبو محمد عبد الله بن بكر الفرسطائي الذي انتقل بهذه المدرسة إلى منطقة أريغة ومنطقة الجريد وأطرها وجعلها نظامها المعروف الذي هو باق إلى اليوم في وادي مصاب المدارس العلمية الكثيرة والمنارات العلمية المتأخرة نجد أيضا مدرسة البخابخة في يفرن وهي أيضا كانت مدرسة قديمة اللي آه هو على ما اعتقد ابو الهولة ابو لا اذكر الاسم الان لكن قام بتجديدها الشيخ آه آه عبد الله الباروني الذي تعلم في الازهر الشريف آه وجربة وهذا ايضا ياخذ او الزيتون وهذا جانب اخر ياخذنا ان مدى التسامح فعلماء الاباضيه كلهم تعلموا ودرسوا في الازهر وفي الزيتونة وهي مدارس طبعا مدارس تتبع المدرسة المالكية مدارس إسلامية مختلفة نعم مدارس وهذا نعم. وإذا نعم. ما فيش فرق أخذ العلم من المدارس الأخرى فيها فروق بسيطة جدا تتعلق ببعض الامور الفقهيه نعم. لا تؤدي الى الخلاف ولا وهذا ادله كثيره ايضا نحن عندنا الشيخ اذكر الان الرجل التربوي المهم الذي قام ب بتاليف كثير من الكتب المدرسيه في والمنهجيه تتعلق بالتربيه الاسلاميه واللغه العربيه وهو الشيخ محمد السعيد الباروني وهو درس ايضا في الزيتونه من الاعلام المتاخرين ايضا نعم. نحن نفوس من جانب اخر قامت بدفع أسر علميه الى الغرب الإسلامي ولنشر الإسلام في القارة الإفريقية على رأسهم الشيخ علي بن يخلف التميجاري مم. وهو من أسرة علمية أبائه ثم من بعده ذريته وأحفاده هذا الرجل نشر الإسلام في تنبكت وفي مالي والشيخ أبو يحيى الفرسطاني أيضا في غانا هذا هو كلهم من اعلام القرن الخامس الهجري وهذا هذين الرجلين قام بما لم تقم به جيوش الفتح من نشر الاسلام في نعم. لكن التهميش والطمس هو الذي جعل من هذه المدرسه الاباضيه او من رجال الاسلام في ذلك الوقت أن لا يذكرهم التاريخ ويبقوا في طي النسيان. يعني. نعم أستاذ نعم. صلاح يعني بارك الله فيك موسوعة ذكرت فيها مؤلفات ذكرت فيها مشايخ وعلماء وأيضا رجال ساهموا في نشر الإسلام في فترات يعني متفاوتة أغلبهم أو جلهم من جبل نفوسة وفي من الغرب الليبي وايضا ينتمون لهذه المدرسه الاسلاميه كل هذه المؤلفات وهذا التاريخ الزاخر لماذا ليس هناك مكتبه او مرجعيه للمدرسه الإباضية على غرار مكتبة جربة أو المكتبة البارونية في جربة وهي أيضا منسوبة للعائلة البارونية العريقة في جبل نفوسة هل هناك مساعي كمشايخ للمدرسه الاباضيه وحتى من خلال حاليا تشكيل هذا الجسم المجلس الاعلى لان يكون هناك مرجعيه لكل هذا الموروث الاسلامي الذي تركه كل هؤلاء العلماء. بارك الله فيك استاذ محمد، في الحقيقه الحديث عن المكتبه يجرنا إلى الحديث عن الكتاب. مه. لأن الكتاب هو الذي يكون المكتبة. بالفعل. الكتاب الإباضي أو المنشورات المؤلفات التي تتعلق بهذه المدرسة يعني حضرت حضرا تاما في العقود الماضية. مه. ومن ضمن.. هذا الحضر ان الشيخ المجاهد سليمان باشا الباروني تعرض للسجن وهو عائد من وادي ميزاب في الجزائر بعد طبعا دراسته في الازهر في مصر ثم انتقل الى تونس زيتونه وجربه ثم انتقل الى الجزائر في وادي مزاب عندما كان عائدا من هناك اعتقل بهذه التهمه، ضمن التهم التي لفقت له في ذلك العهد انه في زمن تركيا طبعا الدوله العثمانيه انه كان يحمل كتابا عن الاباضيه وقيل ان هذا الكتاب هو كتاب الازهار الرياضيه وهو ما الفه وبقي منه جزء واحد وقيل في بعض المصادر ان الجزء الثاني أحرق بفعل الدولة العثمانية. عندما كان قادما اعتقل لهذا السبب. وتوالت هذه السياسة على كل او في كل الحقب الزمنية المتعاقبة انها تمنع هذا الكتاب من الدخول او النشر او الانتشار. لذلك نجد ان الكتاب الاباضي كان مفقودا. وهذا ما ادى الى غياب هذه المدرسه عن الساحه الفقهيه الليبيه. فلم يتعرف من كان في ليبيا او لم يتعرف الليبيون على هذه المدرسه بفعل السياسه، لانها اقصت وغيبت وهمشت هذا الفكر او هذه العلوم النافعه التي تزيد المكتبه الاسلاميه ثراء ولا تنقص منها شيئا. فكما ذكرنا ان في اختلاف العلماء رحمه للامه وهذا الف فيه العلماء الكتب والموسوعات كذلك مما قام به بعض الطغاه انهم غيبوا اعلام هذه المدرسه والدكتور النامي رحمه الله ليس منا ببعيد فقد غيب وطورد و أقصته السلطات وأدخل السجن وهُجّر خارج البلد وفعلت به الأفاعيل إلى أن قضت عليه نهائياً ولم يبقى له أثر وهذا يعتبر عبقري في زمنه من عباقرة ليبيا وكان يعني كنزاً من كنوز ليبيا ولكن للأسف غُيب في سبيل هذا الفكر وفي سبيل هذه القناعات التي تريد اقصاء هذه المدرسه. ولذلك نجد ان الكتاب الاباضي لم ينتشر ولم يكن موجودا بشكل واسع في ليبيا، حتى عندما يدخل هذه الكتب عندما تدخل مع الحدود الدول المجاوره في المطارات او في غير ذلك من المنافذ عندما يتعرف عليها انها كتب تنتمي لهذه المدرسه تصادر دون الرجوع الى اي شيء وفي بعض الاحيان يعاقب من اتى بها ويغرم ويفعل به الافاعيل لذلك فكره تاسيس المكتبه لم تكن متاحه ولكن الحمد لله في هذا الوقت او بعد هذه الثوره المباركه بعد 17 فبراير بفضل الله اولا ثم بفضل ما قدمه الابرار من ابناء هذا البلد البار رحمهم الله جميعا واجزل لهم العطاء وادخلهم الجنه بارك الله فيهم وجزاهم عنا كل خير الحمد لله ربما بدات نواه هذه المكتبه تتشكل وانتشرت هذه المكتبات ولله الحمد في كل المناطق الاباضيه بل ودخلت هذه الكتب حتى في المكتبات في مكتبات المنصفين من أصحاب العلم لهذا البلد المبارك، فتقبلت الكثير من المكتبات نجد فيها أمهات الكتب مثل القناطر، قناطر الخيرات للإمام الجيطالي، كذلك الإيضاح والوضع، هذه الأمهات وجدناها في عديد من المكتبات الليبية سواء الأكاديمية أو المكتبات الخاصة، ولله الحمد، ومن أراد الاطلاع أو من أراد التعرف على منهج هذه المدرسة فليقرأ لهم فليقرا لاتباع هؤلاء المدرسه لاعلام هذه المدرسه ولا يقرا عنهم يقرا لهم ولا يقرا عنهم يعني لا ياخذ ما كتبه الكاتبون وحكموا عليهم عن ظهر الغيب ويقتنع بتلك الاحكام التي يسقطونها في معظم الاحيان جزافا بل ويتبع منهم اللاحق السابق يتبعون بعضهم وينقلون الكتابات كما نعرف او كما نعلم جميعا ان في منهجيه البحث العلمي دائما نرجع الى المصادر المصادر وناخذ من المصادر مه. واغلب هذه المصادر مسيسه ومرت مه. بحقب سياسيه حكم فيها الطغاة وحكم فيها المتغلبون وكتبوا ما يريدون في هذه الكتب واجبروا مه. الكتاب على كتابه ما يريدون ولمن يريدون واقصوا من يريدون وكما نعلم جميعا في الحقبه الماضيه وجدنا ان الحقائق انقلبت تماما ومن كان لا يعد حتى في في, في ربما في من يحملون السلاح كتب وقيد وعد في الكتب انه من حرر ليبيا من الطليان على سبيل المثال وهو من اخرج الترك على سبيل المثال، وغير ذلك من هذه القصص يعني الآن موجودة في بعض الكتب التي بقيت من الحقبة الماضية، لذلك م. هذا الكتاب لم ينتشر ولكن الحمد لله الآن توجد مساعي وبعض المؤسسات الدولة أيضاً تعمل على نشر هذا الكتاب لنشر ثقافة التسامح ولكذلك ولتعريف الناس بهذه الأفكار وأن هذا الفكر يحمله اناس يعيشون معكم يخالطونكم يتجرون معكم يصاهرونكم تصاهرونهم يجاورونكم تجاورونهم يعني ليسوا ببدع من الليبيين هم ليبيون وهم يسكنون في ليبيا وهم يتعايشون مع الليبيين ويتعاملون معهم صباح مساء وهؤلاء هم من يطلق عليهم الاباضيه او هم في الاصل اهل الحق والاستقامه. نعم. استاذ صلاح وانت رئيس جمعيه عموميه لمؤسسه ثقافيه اجتماعيه تعنى بالتاريخ وبالامور الثقافيه الخاصه ب سواء كان المدرسه الاباضيه او حتى في الآثار أو الحضارة بصفة عامة تأسيس جسم كالمجلس الأعلى للإباضية هل يخدم الجانب الثقافي أيضا المطموس من من ناحية المؤلفات من ناحية الأعلام من ناحية الذين تم تغييبهم خلال السنوات الماضية وهل من المفترض أن يناط بهذا المجلس الاهتمام بهذا الجانب المطموس خلال الفتره الماضيه اولا اريد ان اضيف مم. الى ما قاله نعم. الاستاذ موسى أو الشيخ موسى مم. فيما يتعلق بالمكتبات نفوسه اهتمت أو علماء نفوس اهتموا بالمكتبات بشكل غير عادي ومن اثارهم مكتبه قصر ولم هذه المكتبه العريقه المهمه في تاريخ نفوسه كان يرد اليها العلماء من أماكن بعيدة ويبقون هناك يحكى عن أبو العباس بن ابن محمد بن عبد الله الطائي بقى فيها 12 سنة يتعلم فيها وصفها بأن فيها من كتب المشارق لا يقل عن 24 ألف كتاب بقت الآن أثار أيضا من ضمن المكتبات خزينة نفوسه لا نعرف مكانها أيضا مكتبة الشيخ أبو يحيى الباروني التي انتقلت إلى جربة كانت في جريج جاء إليها الشيخ أمي أمي سعيد الجربي ونقل منها بخط يده أكثر من مئات مخطوط أيضا بالنسبة للمكتبات الخاصة الآن شبه اندثرت وقلت كثيرا بسبب ما يسمى بالثوره الثقافيه التي قامها قام بها النظام السابق حيث جمع كثير من المخطوطات والكتب التراثيه القديمه باجهزته الامنيه واخذوها الى الان الى حيث ندري بدعوى انها كتب صفراء وهو من ضمن الفصل الماضي على الحاضر. ايضا اريد ان اقول ان المكتبات طبعا اعجبنا ما وجد ما وجد في المكتبه البارونيه في في جربه وكذلك مكتب مكتبه الشيخ سالم بن يعقوب وهو مؤرخ جزيره جربه فحبذا لو ان وزاره الثقافه تنحو منح ما موجود في ما يتعلق بهذه المكتبات ان تركت المكتبه البارونيه مكتبه خاصه بترخيص خاص وتمويل خاص وتشجيع من وزاره الثقافه بترخيص وياتي اليها رواد البحث والقراءه برسوم بسيطه وزهيده وهي موجوده الى الان. نحن ايضا هناك كتب بالرغم من ما من تلك الجائحة التي جاءت إلى جبل نفوسة وأخذت كل الكتب القديمة إلا أن هناك بعض الكتب التي موجودة مخزنة وتم تنميتها أخيرا بالكتب والمطبوعات الجديدة يا حبذا لو أن وزارة الثقافة تمنح لهؤلاء الناس ومكتب بتراخيص خاصة حتى لأن كثير من الآن من المشايخ وصلوا إلى نهاية أعمارهم فهم حايرون ولا يدرون كيف يعملون لهذه المكتبات حتى تضيع بين الورثة ولا يجدون منها شيئا فلو أن وزارة الثقافة تضع حلولا لهذه المكتبات الخاصة وتبقى في أماكنها تحت رعاية وزارة الثقافة سن خاصه نعم حد. نعم نعم استاذ صلاح أيه. ربما تحدثنا قبل هذه الحلقه ان الامر يحتاج لحلقات نعم. يحتاج لسلسله حتى نعم. نغطي كل هذا التاريخ نعم. ولكن للاسف طبعا الوقت دائما ما يداهمنا في والامر شيق والموضوع يطول الحديث فيه ولكن نتوقف عند هذا الجزء وكنا نتمنى أن يكون الوقت أطول حتى نتحدث باستفاض أكثر حول تاريخ الإباضية، وكذلك أعلام الإباضية في مناسبات أخرى ستكون الفرصة سانحة أشكر لكم حضوركم معي الشيخ موسى أبيال أحد مشايخ المدرسة الإباضية في جبل نفوسة شكرا جزيلا، لك أيضا أستاذ صلاح الدبلي ايضا رئيس الجمعيه العموميه لمؤسسه نفوسه للتواصل شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام حتى نلتقي في حلقات قادمه دمتم في امان الله